انضم الينا من رام الله المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم الفلسطينيه صادق الخضور. اهلا بك سيد الخضور. ويعني استهداف واضح للقطاع التعليمي في غزه اسوه بباقي القطاعات الخدميه كذلك وارواح الفلسطينيين من ابناء القطاع. ضعنا في تفاصيل ما خلفه هذا العدوان اليوم على المدارس والمؤسسات التعليميه في القطاع. بالتاكيد يعني اولا شكرا لكم على طيب الاهتمام بهذا الموضوع. احنا في قطاع المدارس الحكوميه الاضرار لدينا تعدت ال 90%. نتحدث عن 307 مبنى حكومي في قطاع غزه تؤوي 442 مدرسه حكوميه، على اعتبار انه لدينا في القطاع اصلا 135 مدرسه تدام بنظام الفترتين صباحي مسائي، وبالتالي نتحدث الان عن 200 واكثر من 280 مدرسه من اصل 307 مبنى مدرسي تعرضت لاضرار. هذه النسبة اللي انتم ذكرتوها وذكرها المرصد هي تتعلق بمدارس وكالة الغوث. لدينا في قطاع غزة 600 ألف طالب يتوزعون على مدارس الوكالة مدارس الحكومة. لدينا حتى الآن أكثر من 4300 طالب شهيد، 231 من الكوادر التعليمية، ولدينا أيضا 8000 طالب جريح منهم أكثر من 1000 من ذوي الإعاقة. هذه التقارير ترصد الأضرار والخسائر الكمية، لكن هناك أيضا خسائر نوعية لا ترصدها التقارير، ونعني فيها الفاقد التعليمي والجانب النفسي الاجتماعي. كل هذه المعطيات تجعل موضوع التعليم في قطاع غزة بالتأكيد يعني المستقبل غامض، صورة ضبابية. وبالتالي هذه الأرقام 600 ألف أيضا طالب المحرومين من التعليم، هذا في قطاع التعليم المدرسي، وإذا ما أضفنا إليهم قطاع التعليم العالي وأيضا قطاع رياض الأطفال فلك أن تتخيل حجم الخسارة علاوة على كل الخسائر البشرية في قطاع التعليم في قطاع غزة. ما جرى في القطاع في هذا القطاع تحديدا تنطبق عليه مقولة بأنه استهداف البشر والحجر على حد سواء. نعم، الأونور والمؤسسات المعنية بالتعليم أطلقت نداءات متكررة للعالم للضغط على الاحتلال لوقف استهداف المدارس والمرافق الخاصة بالأونور. هل تلقيتم أي ردود أو تفاعل دولي في هذا السياق حتى اللحظة؟ احنا في وزارة التربية والتعليم يعني غير جهود الأونور، بالتأكيد كان لنا اتصالاتنا مع المنظمات الأممية المختصة تحديدا اليونسكو واليونيسف مع عديد الهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية. هناك حملات تضامن، لكن حتى الآن هذا الموضوع لم يفضي إلى نتائج عملية على أرض الواقع. وإحنا بنقول دائما أن الأولوية حاليا هي لوقف هذا العدوان، وقف هذا النزيف وهذا الاستهداف للمدارس وللطلبة والمعلمين على حد سواء، ونأمل يعني أن تكون هناك يعني استجابة لهذه النداءات لهذه الجهود. لكن حتى اللحظة نقول بأنه أصلا لدينا 133 مدرسة تستخدم كمراكز إيواء، حتى الوضع الصحي في هذه المدارس لا يليق بالحياة الإنسانية. وإحنا ندرك تماما أنه أنت يعني الحديث عن الحق في التعليم مهم، لكن أيضا هناك حق أهم وهو الحق في الحياة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور من رام الله، شكرا جزيلا لك.